يا عبدو. هلا يا فندم. ها ايه الاخبار؟ عامله اضرار عن الاكل يا فندم. من امتى الحكايه دي؟ من يومين يا فندم. دخلت لها الاكل في مواعيده؟ ايوه يا فندم. وما اكلتش؟ يا فندم دي صعبه قوي وتعبتنا كلنا ومش قادرين عليها يا فندم. طب جهز انت الغدا، انا هنزل لها. جاهز الغدا. سارة يا حبيبتي، انت عارفة في النهاية كلمتي هي اللي هتمشي. مش المرة دي، انا وهو عمرك ما هتعيشي معاه تحت سقف واحد. انا وموحي سالم متجوزين جواز قانوني ومتسجل في اوراق رسمية، ومش هتقدر تعمل حاجة عشان انا فوق الواحد وعشرين. احب اقولك من يوم ما جيتي هنا انا ما جيتش، انت اللي خطفتني من جوزي بالغرلتين بتوعك. اوكي، من يوم ما اتخطفتي وانا بعمل ترتيبات اني امنع الجوازة دي. ليه؟ انا ماليش كلمة ومحي جوزي ملهوش رأي. طبعا له، وعشان كده كلامي هيكون معاه هو. خش. انا قلت ما حدش يجيب اكل هنا. انت قلتي لكن انا ما قلتش. مش هاكل. هاكل انا. خش هات. قول لي يا بابا، غير ان دمه تقيل على قلبك، في ايه تاني مش عاجبك؟ ولا حاجه، ولا حاجه، لا بيه ولا عليه. هيعجبني ازاي بقى؟ ده ما ينفعكيش. انت اتجوزتيه بس عشان انا قلت لا. عشان طول عمرك بتقول لا، وانا من يوم ما اتولدت ما بسمعش غير لا لا لا. اصلك عنيده وراسك ناشفه زي اللي خلفوني. ها؟ لو ما خرجتنيش من هنا هكسر الاوضه دي. طب ما تزعقيش لحسن بعدين نفسك تتفتح. هزعق لو عايز وهزرق كمان. طب بس اهدى يا حبيبتي، خد الحته دي. مش هاخد حاجه. مش ضروري تاكليها، شميها، دي قصيده شعر. يوه مش واكله. وراها. وراها ورا مين يا فندم؟ بنت يا مغفل نطت في الميه. بتهبب ايه؟ هات وراها. بتهبب ايه؟ وراها. وراها نط يا مغفل. حصلوها. حصلوها. اذا ما جبتوهاش هقف مرقبتكم. جدوا راحت فين؟ عينك ايه؟ يا راحت فين امال؟ انا تعبت خالص، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لحقتوهاش؟ زغت منكم؟ يا بيه كان بينا وبينها 20 متر وفجأة ما لقيناهاش. برافو، هايلة. هي عارفة بتعمل إيه، لكن أنتم أنتم مغفلين. أروح أدور عليها تاني يا بيه؟ أروح يا بيه؟ ما معاش فلوس، هترجع ومناخيرها في الارض. معاها اسوره ممكن تبيعها يا فندم. ها؟ حصر اسوان، كل المنافس تتقفل. نبلغ البوليس؟ لا يا مغفل، نبلغ ابو دياب. تليفون، انا عايز ابو دياب.
ابو دياب. حاضر يا بجا. حاضر. تسعة وعشرين تسعة وعشرين تمانية مصر. الافندي اللي عايز 29 29 8 مصر كابينه واحده. ايوه يا اخي هنتجوز، هتيجي فرحي؟ اتجوز فين؟ انت فيك نفس. الو الو، مجله الاضواء، انا عايز مجله الاضواء. الو ممدوح ممدوح، لو سمحت يعني اديني الحمار رئيس التحرير. الحمار بيكلمك بنفسك. ايوه سعاده البيه، بقول لحضرتك ايه؟ اسمع، انت لا تصلح لاي شيء. ابعتك علشان تجيب خبر عن زياره الرئيس الامريكي لاسوان. تخذلني؟ المجله الوحيده في مصر اللي ما كتبتش عن الخبر ده مجلتي انا، والسبب مين؟ انت. انت وانا اعمل ايه؟ ما رضوش يخلوني اقابل الرئيس الامريكي. قابلت نقيب الصحفيين لقيته ما سمعش عن مجله الاضواء دي خالص. قال لي تطلع مجله الاضواء دي؟ اعمل ايه اذا كانت مجلتك تافهه؟ وانا حقق عليا اللي بشتغل في مجله حقيره زي دي. حس كده بقى، انت مرفوض. اسمع، انت كل مره ترفضني وترجعني، انا المره دي مستقيل عشان مش ناوي ارجع لك تاني. وبشوف بقى مين هيقرا لك مجله الاضواء بتاعتك الحقيره دي. ما الصحافه لمت، اي حد بقى بيشتغل في الصحافه دلوقتي. بنت منوري ايه؟ بتركبش اتوبيس زي ده؟ قبول اوام. قول لهم وقفنا، يلا بينا نشرب كرسي معسل. صح. يا سيد يا كمساري، عايز ايه؟ الكرسي ده لو سمحت، لو سمحت يعني بتاع حد؟ بتاع الجرانين. بتاع الجرانين. طب لو سمحت، لو سمحت يعني ممكن تنزلها؟ بلاش تاخد الاتوبيس ده، خد اللي بعده. بس لو سمحت اللي بعده بيقوم بالليل يعني. خلاص اوقف. يعني عايزني لو سمحت اقف؟ ما عنديش غير كده، عن اذنك. ورق ورق. تذكرتين لي اسمي. فكه فكه، ما تتعبوش قلبنا. طيب. مين اللي هيجيب الجرايد دي؟ مش انا. ان ما جبتهاش هكسر مناخيرك. مناخير انا؟ ايوه. تكسرها؟ ايوه. الله، هو كمان ربنا ما يديكش الصحة يعني تقوم تفطروا بيها على العالم؟ ولما انت تكسر مناخير امشي ازاي انا من غير مناخير؟ خلاص بقى، امشي ازاي من غير مناخير؟ هو افترى ولا هو افترى يعني؟ هجيبهم انا بقى. ولا هو افترى على العالم يعني؟ وما دام ربنا ما يديكش الصحة تقوم تفطروا بيها على العالم؟ يعني ايه تكسر لما حضرتك تكسر مناخير؟ امشي ازاي انا من غير مناخير؟ عايز افهم انا. اصل بيقول لك يكسر مناخير، يعني ايه يكسر مناخير؟ انت عارف مناخير مين دي اللي انت عايز تكسرها؟ انت. نعم. اصل بقول لك يكسر مناخير، يعني ايه يكسر مناخيري؟ مش فاهم انا. انا ماني انا؟ يعني ايه يكسر مناخيري؟ الله، ما تفهم. هو اي مناخير تتكسر في البلد دي ولا ايه؟ الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بتاعي. نعم. اللي انت قاعد عليه بتاعي. انا لسه عامل خناقه طويله عريضه. يا كومساري. ايوه حاضر. الكراسي هنا بالحجز اللي سبع كالنابة. متشكرة. الله، ايه بس؟ هو عشان ربنا ادكش الصحة يعني تقوم تفطر بيها على العالم؟ لا. يعني ايه اللي سبق كالنابة؟ الكرسي ده لنفر ولا النفرين؟ الاثنين. اديني تذكرتين. ايوه حاضر. يعني ايه تذكرتين؟ هو ربنا ادكش الصحة تقوم تدر كل واحد تذكرتين؟ يلا بقى اتفضل من هنا. الكرسي ده معمول لاثنين، لو سمحت اتأخر شوية. انت اتجننت انت؟ اتأخر شوية. ولا يعني عشان ربنا تاخد شوية الصحة تقوموا تفتروا بيها على العالم إيه؟ يعني؟ ايه؟ ولا تفتروا بيها على العالم يعني؟
بابا وماما؟ مش كويسين الحمد لله؟ ما تقول للراجل ده ما يسوقش بسرعة كده. بتكلمين أنا؟ أيوه، قول له يسوق على مهله. بسرعة وحياتك يا أسطى، عايزين سرعة أقوى من كده. كفر الحرامية، استراحة 10 دقايق، اتفضلوا. يلا يا سيدي بسرعة شوية، يلا الهم يا أخويا، يلا يا حاجة بسرعة. في بلد اسمها كفر الحرامية؟ طب والعمدة بتاعها بيشتغل ايه؟ ممكن لو سمحت اخد الكرسي ده هناك علشان ما عنديش. لا مش ممكن. طيب شكر قوي. تشرب ايه يا استاذ؟ نعم تشرب ايه يا استاذ؟ سلتوع. نعم سلتوع. اتنين سلتوع، واحد سخن واحد بارد. ايه يا اخويا السلتوع ده؟ سلتوع بسرعة ما تتنعش. اجيب لك سلتوع؟ هرب ابن الايه؟ يهرب ما يهربش، انا مالي ما يهمنيش. اه طبعا ما يهمكيش، بس يهمك شنطتك برضه. يا خبر ابيض، دي راحت وفيها فلوسي. تعيش وتاخد غيرها. هعمل ايه دلوقتي؟ اوعي تكون التذكره راحت كمان. لا التذكره موجوده، بس كل اللي معايا 80 قرش يوصلوني مصر. دول يوصلوك ايه ادفو؟ ممكن تبعت التلغراف لاهلك من هناك. لا طبعا انا هعمل كده فعلا. انا هبلغ عن سرقه الشنطه. لا مفيش داعي. بلاش عبط، شنطتك اتسرقت ولازم تبلغي. اسمك ايه؟ مش عايزه ابلغ. حاجه غريبه، مش يمكن يمسكوه ويرجعوا لك الشنطه؟ اسمك ايه وانت مالك؟ اما تلاقيه حقيقي. تلاقيح؟ انا تلاقيح؟ ايوه والله العظيم اخنف. الركاب يتفضلوا، العربيه هتقوم. يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا اختي العربيه هتقوم. يلا اتفضلوا. يلا يا سيدي، يلا يا حاجه. ايه
الاتوبيس وصل. حظك حلو ابو سيد، جاي في ميعاده وان شاء الله يطلع في ميعاده. السلام عليكم. ما تنساش المعسل. متأسفة قوي، حاجة بايخة قوي. مفيش حد غيرنا ولا ايه؟ هما الركاب مشوا؟ استراحة 10 دقايق. بتاعك ده؟ احنا في الأقصر؟ ايوه. طب ما صحتنيش ليه؟ كان باين عليكي مرتاحة، ما حبيتش اصحيكي. انا هروح افطر، تحبي تيجي معايا؟ لا ميرسي قوي، متشكره قوي، انا اذنك. زي ما بقول لك كده على طول، راح ضربه بالدماغ. الله. وبعدين قول لي من فضلك. ايوه. في مكتب تلغراف عند محطه القطر. فين؟ بينا وبينها 10 دقايق ماشي. لازم ابعت تلغراف. هتتاخري. استناني. استناكي؟ تستناني فيها ايه يعني؟ الا استناها دي. تعالى. ايوه. انت مش هتستناها؟ لا طبعا. الله، هو كمان ربنا مديكوا شويه الصحة يعني تقوم تفطروا بيها على العالم. لما هي بتقول لك استناها تبقى أيوة. تستناها. اقول لك من عندكوا صحة يعني استناها. خد بالك بقى. حاضر. عاوز حاجه يا ست؟ من فضلك الاتوبيس اللي كان هنا راح فين؟ اللي رايح مصر سافر بقاله مده. مش معقول سافر ازاي وانا قايله له يستناني؟ يستناكي؟ الاتوبيس ما استناش حد يا ست هانم. يوه، احسن حد يشوفك ولا حاجه. ايه؟ اتفضلي، ممنوع تقعدي هنا. فاكراني؟ انا اللي نمت على كتفه ليله امبارح. وفاكره كمان اني شكرتك. هو الاتوبيس اللي بعده هيجي امتى؟ الساعة 8 بالليل. يا خبر، بعد 11 ساعة. موعدنا كده يا ست هاني. بايخ قوي الاتوبيس ده، كان المفروض يستناكي، والناس اللي جوه الاتوبيس كان المفروض يستنوكي. ده أول مرة تركبي فيها اتوبيس ولا ايه؟ طب ما انت كمان سبك الاتوبيس. اعمل ايه بقى عبيط؟ اسمع، مفيش داعي انك تقلق عليا، احسن لك خد بالك انت من نفسك. والله فكرة برضه الواحد ياخد باله من نفسه. اتفضلي. انت كان فين؟ ده كان على الكرسي. لازم اؤمني وانا بدفع التذكرة. مش كنت تديهوني بدل ما اروح اتحرج عند بتوع التلغراف؟ خطتك مش حطولة سارة هانم. مين سارة دي؟ دي واحدة مدلعة، هربانة من ابوها. وانا مالي؟ لا ابدا، بس عايز اقول ان كلها كان محطه وهتلاقي ابوها مستنيها بالكادلك. لا ده انت مسكين قوي. طب وتقولي ايه حضرتك في ده؟ ايه يعني؟ حادثه بتحصل كل يوم زيها واكتر. بطوع يعني. يا ساره هانم اسمعي كلامي، خد اول اتوبيس وارجع لابوك احسن لك. ما حدش طلب منك نصايح. تعالى. ايه في؟ اقف كده. اتفضلوا. اتفضل. اتفضل. تعالى تعالى بس. انا مالي؟ انا مالي داخل ايه بقى في اللي انت قلتيه ده كله؟ ما تستهبلش، انت عارف ان بابا هيديك فلوس. اوعدك لما ابقى عايز فلوس ابوكي هروح اقول له، مش هضيع الفرصه. افهم ان ده وعد انك مش هتجيب سيره؟ ولما تبقى تحتاج لفلوس انا هديلك اكتر من بابا. وما افتكرش ان رجوعي لبابا يهمك اكتر من الفلوس. اسمع، انا لازم اوصل مصر باي طريقه. انا هديلك عنواني في مصر عشان تبقى تتصل بيا وتبقى تاخد اللي انت عايزه. داكور؟
دكتور يعني ايه؟ عشان انا ما بعرفش اتكلم بالسوبر كينج سايز. يعني مش دكتور. ما تخافيش، هتوصلي مصر زي ما انت عايزه وزياده شويه، بس كل حاجه بقى بتمنها. اوكي هديلك اللي انت عايزه. انت فعلا ما تقدريش تكلمي غير بالطريقه دي. ما فكرتيش مره تكلمي من غير الفلوس؟ ما تعرفيش تقولي من فضلك، من فضلك تساعدني، من فضلك تديني، من فضلك ما تقولش؟ طبعا لا، اللي زيك ما تعرفش تقولي الحاجات دي. تقولها ليه؟ ما دام معاها فلوس للرز. احب اقول لك يا ساره هانم، وخدي بالك من اللي انا هقوله لك ده كويس، انا ما تهمنيش فلوسك ولا مشاكلك، لانك انت وابوكي ومعاكم محي سالم بتاعكم ده ما تهمونيش في حاجه. وطظي فيكي وطظي في محي سالم بتاعك وطظي في ابوكي كمان، ويمشي من قدامي بقى الخنف. السيد مرسي عبد الله هتندم. ضاء ممدوح امين مجله الاضواء. ايه ده؟ كلمه واحده؟ ايوه كلمه واحده، هو هيفهم. هو مين؟ هو مين ده؟ انت مالك؟ هو كمان ربنا ما يديكش الصحه يعني تقوم تفتروا بيها على العالم يا استاذ. انت مالك انت تقول هو مين يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه يا استاذ. اتفضل 12 قرش. تلغراف تاني من الاستاذ ممدوح. ارمي، مش عايز اقرا. بيقول ايه؟ هتندم. قولي له يتنيل لما يجي يا استاذ. طب اتنيل انت على ما يجي هو. يلا الاتوبيس هيطلع. يلا يا استاذ، يلا يا ست، يلا يا ست بسرعه شويه. من فضلك ممكن؟ محسوبك ابو فتوح الشماشرجي كوميسيونجي متنقل عموم الجمهوريه كسيب. على فكره شكلك كده بنت ناس طيبين. دي احسن حاجه عملتيها اني جيت قعدت جنبك. تضل راجل ولا تضل حيطه؟ واحد لازم يخلي باله من الحرام. ما خلاش تبني الحياه حاجه. مش ساعدين كلمتين بقى ولا ايه؟ هو انت محتاج حد يساعدك؟ ده انت بربنت كلام. حلوه حلوه. مدعومه مدعومه او كده. افريدي مش داعي كسوف. احنا خلاص بلاش اغراض. بس بيني وبينك انا ما صاحبش غير الناس الهاف لايف. وحضرتك بقى متجوزه؟ احسن لك تقوم من هنا حالا. هم راح فين؟ ده انا مسلي قوي. ما عنديش فكره. طب اخرس خالص. ده انت زهقت بقى قوي 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 قوي. كلهم في الاول بيزهقوا مني كده، لكن بعدين بقى مش هقولك على اللي هيحصل عشان يبقى مفاجاه. تعرف ان ما قمتش هكسر دماغك. يا سلام. ايه كسر دماغك دي؟ انا مش هقوم واللي مش عارف يقوم هو. ما انتش خايف؟ خايف؟ اقعد هناك. نعم؟ أي خدمة؟ في كرسي هناك، روح اقعد عليه، فاهم؟ وأنت إيه اللي جابك هناك لهنا؟ عايز أقعد جنب مراتي. نعم؟ مراتك؟ حقك. أنا كنت يعني باخد هي كانت بتطول شوية في الكلام، بس أنا كنت بقصر معاها، إنما هي لما قالها هي مدام مراتك. اتفضل. عايز اقول لك حاجه. نعم. متشكره. انا ما عملتش كده علشانك، انا عملت كده علشان صوته كان بينرفزني.
عبد الله على السلامة. عبد الله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك أخويا. إزاي؟ وإزاي الأولاد؟ من فضلك ده آخر خط. أيوه. وهننزل في المطرة دي إزاي؟ أمال هتباتوا هنا؟ هو لو سمحت، لو سمحت يعني، الأتوبيس التاني هيقوم إمتى؟ أنتوا رايحين فين؟ رايحين مصر لو سمحت. هنطلع 7:30 الصبح. وده معقولة تجيبوا الناس في نص السكة وتسيبوها؟ يا ستي موعدنا كده. طب لو سمحت، لو سمحت يعني، مفيش حتة نبات فيها؟ أهي اللوكاندا قدامك إيه هناك. ما تخلصونا بقى عشان نقفل العربية. اتفضلوا. طب لو سمحت. نعم. هو اتمنى ربنا ما يديكش وطول. الله يكتروا بيه على العالم. إيه يا أستاذ؟ يبقى تكلم الناس، يبقى كلمها كويس. إيه يا أستاذ؟ ولا عشان أنت طويل يعني تقول لنا مش عارف إيه وكاين إيه؟ فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ فاهم لو سمحت ولا لا؟ عايز افهم انا. يلا امشي بقى، مع السلامه. انت عارف السكه كويس، بس ادفع الحساب الاول. اتفضل يا زين، الفلوس اهي، كل واحد يحترم نفسه. مع رخيص وانت منهله. بقول لك ايه لو سمحت، لو سمحت اصلا عايز اوضه، فالاوضه هنا بكام يعني لو سمحت؟ جوا ولا برا؟ فوق ولا تحت؟ تفرق ايه لو سمحت؟ انا متاسف قوي على اللي حصل مني. حصل خير. ما كنتش اعرف انك متجوزه، كان لازم تقوليلي. انا كنت مشغول بيك قوي. بس يا خساره، يقول لي متجوزه؟ ما عندكيش حظ. اصل هي محسوبك بقى. يلا ورايا. اتفقتوا؟ لا. ان شاء الله ترتاحي انت والافندي بتاعك. الله. انت واقفه بتعمل ايه عندي؟ هتبات هنا طول الليل؟ تعالي. حدق قوي صاحب اللوكاندا ده. ده موهوب. على فكرة أنا سمعت حاجة كده ما عجبتنيش. إيه؟ إيه بقى حكاية الفندي بتاعك ده؟ نسيت أقول لك. أصل أنا قلت له إن إحنا متجوزين. أطير أنا بقى من الفرح. نعم؟ أطير أنا بقى من الفرح إن إحنا متجوزين. المفروض يعني إنك أنت تطيري من الفرح. ما تطيريش من الفرح ليه؟ أو على الأقل تيجي تشكريني حد. الله العظيم. غرورك ده ما حصلش. أمال غرور سيادتك أخباره إيه؟ أنت مكشوف وخططك مكشوفة قوي، وأوعك تفتكر إنك أنت تقدر تعمل أي حاجة. أقول لك إيه؟ لو كنت فاكرة أنا بهتم بيك عشان حاجة معينة، شيل الحكاية دي من دماغي خالص. أنت بالنسبة لي مجرد خبر. اوعى تكون صاحبي. انت مش عايزه تروحي المحي سالم؟ انا هوصلك لمحي سالم، بس بشرط تحكي لي حكايتي كلها يوم بيوم، من اول ما اتولدتي لغايه دلوقتي. الحكايه دي هتفيدني كتير، مغريه بالنسبه لي، عجباني شخصيا. احكي. مش هحكي حاجة، ومش هبات معاك هنا هوت الليلة دي. عملية حسابية، الأوضة إيجارها جنيه، وأنا آسف أقول لك يا زوجاتي العزيزة إن ميزانية العيلة لا تسمح بغير أوضة واحدة. متشكرة قوي قوي، وعندك حق. بلاش التفكير اللي انت بتفكري فيه ده. بره في مطر كتير وفي ديابه. عارف يعني ايه في ديابه؟ اختاري لك اوضه من الاثنين. انا شخصيا هختار الاوضه دي، اصلا انا احب انام لوحدي. مش احسن كل واحد ينام في اوضه لوحده؟
يعني تفتكر ان الملاية دي هي اللي ممكن؟ افتكر الملاية دي خلي كل حاجة تمام التمام زي سور عكة. يا سلام. ايه سور عكة ده؟ انت ما تعرفيش سور عكة؟ لا. سور عكة ده كان سور كبير وتخين، تخين قوي وكبير قوي، كل الجيوش اللي في العالم ما عرفوش يهدوا السور بتاع عكة ده عشان يخشوا عكة. واد بره عكة واخد بالك حب بيته جوه عكة، يعمل ايه؟ عايز ينط السور الكبير ده، عنده زماره، زماره قد كده اهو، قاعد يزمر بالزماره، السور عكة ده ما تداعى وراح داخل للبيت حبيبته. ادي حكايه السور عكة. يا سلام. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ الملاهي دي بقى اجدع من سور عكة. شفت بقى ستي؟ جيوش العالم كلها ما قدرتش على سور عكة، وزماره قد كده قدت حيله. تمتنحها كده ليه؟ عايزه تعرفي الرجاله ازاي بيقلعوا هدومهم؟ ما فيش اتنين بيقلعوا هدومهم بطريقه واحده زي بصمات الاصابع. احكي لك حكايه. كان في راجل ساكن قدامنا كان شباكنا يطل على شباكه، يفضل لابس طربوشه لغايه ما يقلع كل الهدوم بتاعته، وكان منظره يهلك من الضحك. بعد سنتين اكتشفت الحكايه، كان اقرع. انا بقى احب اقلع هدومي حسب نظريه فرويد. اقلع البنطلون الاول. طمني سرعك في الكفايه. انت متاكد ان ما معكش زماره؟ لا معايا ارغول. طب تسمح تدفي النور؟ النور. طيب تشيل الغسيل ده من على سور عكة؟ حاضر. الواحد مش ناقص بلاوي. قضي الليلة تحت اسم حرم ممدوح امين، وبكره الصبح بيرجعهولي. تشرفنا يا سي ممدوح امين. حاجه عجيبه جدا، اول مره في حياتي اشوفك النهارده الصبح، ونتجوز مرتين. شكلك مستعجله قوي للذهاب الى القاهره. خير؟ تصبح على خير يا ممدوح افندي. انت من اهل ام سيد. ام سيد لو اكوني بالشخانه وانت نايمه. ام سيد سياده حكم دار وصل يا فندم. ها خليه يتفضل حالا. اهلا سياده الحكم دار. اهلا اهلا.
اتفضل. ايه يا سيدي بقى المساله الخطيره اللي شغلتني بيها دي؟ بنتي ساره خير اختفت مع انها كانت لسه موجوده في البلد. طيب اهدى اهدى بس واحكي لي الظروف بالظبط. اتفضل. انا هحكي لك كل حاجه بس بنتي لازم ترجع فورا. مفيش حاجة اشيلك من على السرير. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. خلاص قمت. فين الحمام؟ نعم الحمام. حمام شوفي انت هتفتح الباب تخش يمين، بعد ما تخش يمين تخش شمال، تفضل ماشية في الشمال ده على طول، هتلاقي في الآخر عسكري مرور. عسكري المرور ده جنبيه محكمة، تحت المحكمة في ولاية بتقلي طعمية، جنب الولاية اللي بتقلي طعمية في واحد بتاع تين شوكي حواليه زحمة، ورا الراجل بتاع تين الشوكي ده هتلاقي خرابة. هناك؟ أنضف من اللي بره. بس أنا ما أقدرش أطلع بره كده أبدا. طب تلبسي إيه؟ تلبسي إيه؟ خد البسي. خليك معايا بقى امال عشان ايه؟ ايوه. بقول لحضرتك ايه؟ اساسا في حد في عليكم كان مخبر؟ من فضلك مش هو ده الدبليو سي؟ ايوه هو ده الدبليو. متشكره. تعالي هنا بلاش حركات، رايحه فين؟ مش ده التواليت؟ ايوه بس بالدور. دور؟ ايوه ايوه زي الجمعيه. اتفضلي في الصف لحد ما يجي دورك. بس انا ما اقدرش استنى لاخر الصف. يا اختي اتصرفي بس بعيد عن دوري. ايه ده؟ اقفلي اقفلي. بريه منكم يا نسوان البعض. روحي كده. اللي اتأدب ما بقاش في دم ولا احساس. نعمل ايه؟ الغربة بترمينا على اليسوى اللي ما يسواش. طب صبر يا ستان. خش يا اخوي. على العموم حصل خير. ما كنتيش عامله حسابك على فيال. لابسه هدوم ويا حلوه. صعب اني الاقي عليك قوي. انا بقى اصلا فاهمها وهي طايره. ده بقى بيسموه حب احلى من الحب، صح؟ لا غلط. حلو يبقى هنوصل ناخد وند مع بعضينا في الكلام. انت عارف انت لو ما مشيتش من هنا انا هعمل فيك ايه؟ خير. هندهله يقطعك حتت 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 يخليك ترانشات. ما كلهم بيعصبوا معايا ليه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أصل قابلت شوية ستات ظراف قوي في الحمام، فقعدة نرغي لحد لما الوقت سرق. مين؟ لا أصل أنا طالب شاي. أدخل. بص عليه، انتوا بتحرقونا ليه؟
انا بتبص على ايه؟ استنى خد. بقول لك يا ام السيد، الفطار عباره عن بيضه واحده وحته جبنه واربع زيتونات وكوبايه شاي، واعملي حسابك ان ده هيبقى اكلتك لغايه ميعاد الغدا. اي شكوى تانيه؟ لا، كنت هجيب لك مربى بس لقيتها بتتباع بالعلب، استخسرت. لا ما فيش داعي للاعتذار، انت ما تتصورش انا فرحانه قد ايه النهارده. واني كمان مش عرفني انكم بولياس. ها ارجيله للطاقه. ايوه اها. اللي مخليك مزقططه كده على الصبح؟ مش عارف. ابو الفتيح قال لك نكتتين ولا حاجه؟ ابدا، ده كان بيعتذر عن اللي حصل منه امبارح، هو بيقول انه ما يعرفش اننا متجوزين. اتفضلي كلي. تلاقيك متصور ان اللي حصل مني ده غباء، اقصد حكايتي مع بابا وهروبي وكل حاجه. لا بالعكس، دي حدوته مش بطاله. لا انت فاكرني غبيه ومتدلعه، بس المتدلع ده متعود انه يلاقي كل حاجه تحت امره على طول. انا غير كده، انا كان دايما بيتقال لي لازم اعمل ايه واعمله ازاي وفين ومع مين، ما كانش عندي ابدا حريه الاختيار. تصدق ان دي اول مره فعلا اكون فيها لوحدي مع راجل؟ تصدق دي معجزه، انا مش ميته في جلدي من الخوف. بس انا بقى خايف. لا انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. لا حقيقي دي اول مره اكون فيها لوحدي. وانا كمان اول مره اكون فيها لوحدي. يعني انا دايما ندوات مربيات ورجاله حرس، دي حاجه تفلى يا اخي. ازاي بقى؟ حد لاقي كل دول يخدموه ويسلوه؟ انا مره هربت منه، كنت مبسوطه قوي قوي قوي، كان نفسي انزل اشتري حاجات بس ما لحقتش اتهنى بالاحساس ده. قفشوني قفشوني في محل شيكوريل، وقعدت اجري 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 منهم لحد ما ركبت اول عربيه قابلتها. تفتكر كانت عربيه مين؟ عربيه الكلاب؟ لا عربيه محي سالم. صدفه، صدفه حلوه برضه انك انتوا تتقابلوا في عربيه الكلاب لاول، في عربيه اسمه محي سالم لاول مره. بابا قلب عليا الدنيا، بس ايه كان عامل زي المجنون. انت مين اللي علمك تسائي كده؟ نعم مين اللي علمك تسائي كده؟ ما تقوليش بقى ان ده غلط. لا ده غلط. ليه؟ هقول لك ليه بقى. المفروض انك انت لما تيجي تحط السميطه في الشاي لازم تحطيها على درجه حراره معينه، وبعدين ما تسيبيش السميطه تحطي في الشاي كتير لان السميطه هتبوش، فلازم يبقى في اختلاف درجات حراره تحطها في اعتبارك بين الشاي وبين السميطه، كذلك درجه تركيز السكر، لان يعني السكر لما يبقى خفيف غير لما السكر يبقى تقيل، وانت بتحط السميطه في قلب الشاي تبوشيها عشان خاطر هي دلوقتي باشت. شوف بقى ازاي، انت تاخدي السميطه كده واخده بالك انت وتحطيها ايه في كوبايه الشاي كده، درجه حساسيه معينه واخده بالك، يا دوب تروح عامله وبعدين تعمل بعديها على طول كده بقى. من غير الطريقه دي ما يبقاش تسقيه في الشارع. انا هعمل كتاب على الحكايه دي، هسميه سبهلالي في تغميس الشاي السكري، وهكتب اهداء عليه ليكي. اشكرك. عارفه هكتب ايه؟ البنت ال 120 مليون جنيه الذي لا تعرف كيف تسقي. انا مستعده ابدل حياتي في اي لحظه في اي وقت مع بنت سمكري ولا حتى صحفي. انتوا عايزين ايه؟ يا بوليس بندور على واحده هربانه. انا ما عنديش حد هربان، وعلى العموم هم نايمين دلوقتي، لما يصحوا ويخرجوا ابقوا دوروا عليها. لازم ندور عليها. اسمها ايه اللي بتدوروا عليها؟ اسمها ساره منير. ساره منير؟ احنا وزاره. ايوه. انا ما عاسبكوش تزعجوا الزباين، وما حدناش حد بالاسم ده. بوليس. بابا بلغ عني. هعمل ايه ممدوح؟ بتبصي لي ليه؟ هو انا اللي اتجوزت محي سالم؟ ما تقولش كده. مش بقول لك يا خديجه، حسني اختك بعت لنا جواب بتقول فيه انها عايزانا نروح لها اسيوط. انا بقول ننزل نروح لها اسيوط، والا هتقطعنا هي وتشتكينا في المحكمه كمان. انا ماليش اخوان. دي اوامر علينا. ما جراش. طب يا اخويا هتخلي في اليومين دول، اختك ما بتلاقيش ريحه جوزها وهي حامل. خبط.
بقول لك حسنان بساف ولد، يا ريت تجيب ولد. العيال ابدع من النسوان، انا بقول ننزل اسيوط. في ناس عايزينك يا ممدوح. مين اللي هيعوزني في البلد؟ انا ما اعرفش حد هنا. ما تزعلش نفسك كده يا حبيبي مار. انت اسمك فيه؟ ايه في ايه؟ ايه دول؟ رجاله؟ الله 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 الله. والله وجه اليوم اللي بقيت تكلمي فيه رجاله من ورايا يا بنت الصراماطي. ما انا حق عليا. انت جننت؟ ما انا اتجوزت عالي هنا رايحه فين يا بنت؟ انا حق عليا انا اتجوزت واحده ابوها الصراماطي. ممدوح انت زودتها زياده عن اللزوم، مش هقدر استحملك اكتر من كده. وكمان بتدوقي فيا يا بنت ولا ايه؟ بتدوقي فيا؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا بندور على بنت اسمها ساره. اسمها ايه؟ اسمها ساره. مالها يا اخويا؟ ابوها مجاول كبير معروف، اظن سيادتك بتعرفه. ما اعرفوش ومش عايز اعرفه انا. انا مرات ابوها الصراماطي، مش كده يا بنت ابوك الصراماطي؟ مراتك تشبه لها تمام، مش كده يا محمد؟ ايوه، بيضه وشعرها اصفر. الله، بيضه وشعرها اصفر. انت بتبصص لمراتي وانا واقف؟ قالوا لك يا جدعان يتبصص لمراتي وانا واقف. تعرفي يا بنت من ورايا ولا ايه؟ في بينك وبينه علاقه؟ رد عليا. انت بالله. الله الله، انت بتحط ايدك على مراتي وانا واقف كمان؟ هو ده معقول؟ ايه ده؟ تحط ايدك على مراتي وانا واقف، وده اللي ناقص كمان. انت واقف بتنح كده ليه؟ ما تقول حاجه. بتحط ايدك على مراتي انت كمان. يلا يا جدعان، هو ده كلام. انت واقف مستني ايه؟ واقف يا بيه. ما تيجي حط ايدك على مراتي. لا يا بيه، صلى على النبي. ما تيجي خد حط ايدك على مراتي انت كمان. والله عالة بنت الصرامات. ايه بقى؟ ما خلاص. بس على فكره يجي منك. ها وانت مش بطال، بس الالم كان جامد قوي بقى. هم قلمين ولا قلم واحد؟ لا هم اتنين. مين اللي جد عايز يبصص لمراتي؟ الاتوبيس ماله؟ بعد خمس دقايق. أنا عايز نتيجة. بنتي موجودة بين هنا وأسوان، ما تلاقوهاش إزاي؟ أنت متأكد إنها مش عند محي؟ لا، إحنا مراقبينه كويس قوي ومسجلين عليه كل تصرفاته، حتى مكالماته التليفونية. أنا مشغول عليها قوي يا أبو دياب، خايف لا يجرى لها حاجة. نعمل إيه يا فندم؟ سيادتك تؤمر. نعمل إيه؟ اسمع عادل، اعمل اعلان في التلفزيون، انشر صورتها في الجرايد في المجلات، عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عليها، 1000 جنيه، 3000 جنيه، 5000 جنيه، المهم ان احنا نلاقيها بأي ثمن. يا اسطى ربع ساعة بالكتير عقبال ما اشوف كوريه.
قول لي يا خينا، قريت جورنال النهارده؟ السفر بالطريقه البدائيه دي بيعزل الواحد عن الدنيا. اه متشكر. اللي له هدف عاوز يوصل له لازم يتبع الاخبار يوصل. معقول قوي. مش تبقى حاجه ظريفه لو الواحد طلع من الحكايه دي 50 ورقه من اللي بالك منهم الجداد دول؟ مظبوط. مبلغ كبير. لو انا لاقي البنت دي تعرف هعمل ايه؟ ايه؟ حازم معاك بالنص. تقسم معايا بالنص ليه؟ اصل انا صاحب مبدا ومبدئي اللي ياكل لوحده يزور. يعني قصد حضرتك ايه؟ مش فاهم انا. نصيبي 2500 وايه اللي هبوظ لك الشغلانه؟ ها؟ قلت ايه؟ بقول لحضرتك ايه؟ تعالى نتفاهم على رواقه. تعرف الحمد لله انا قابلتك، انا كنت محتاج واحد زيك من زمان. مش هتندم. انا عاجبك قوي. اه والله. الواحد برضه ممكن يستفيد منك. شوف، ما دام بتكلم ابو الفتوح يا بتكلم الجدعنه والشهامه والرجوله. معاك طبنجه؟ نعم. طبنجه؟ ايه؟ طب خلاص معلش. على العموم انا معايا جوز مدافع رشاشه في الشنطه. هديك واحد منهم يمكن تقابلنا شويه متاعب قدام. وجايز نتصادم مع البوليس. نتصادم مع البوليس؟ نتصادم مع البوليس ليه؟ انا قد البوليس اخويا، حرام عليك. اذا جيت معايا هتاخد اللي انت عايزه، ويمكن اكتر شويه. انا هكلم لك الوحش عشان ياخد باله منه. ها؟ وحش؟ الراس الكبير، المعلم، رئيس العصابه بتاعتها، راجل طيب قوي قوي قوي. يا نهار اسود. هو انت خاطفة؟ امال انت فاكر ايه؟ اوعى تكون فاكرنا بندور على المكافأة التافهة دي، ده أكل كتاكيت، إحنا راسمين على أرنب بصراحة. أرنب؟ أرنب يعني مليون جنيه بالطريقة بتاعتها. ما كنتش أعرف إن الحكاية جامدة بالطريقة دي. إيه مالك؟ وشك أصفر كده ليه؟ أنا راجل متجوز ساعات في وعندي عيال، أنا ما أقدرش أدخل نفسي في المشاكل الجامدة دي. يا راجل أجمد. يمكن ينوبك ربع ارنب ولا حاجه. يا بيه انا ما بحبش الارانب. يا بيه انا راجل عيان. انا رحت عند الدكتور علي عبد اللطيف. مين؟ الدكتور علي عبد اللطيف اللي في باب اللو. ماله؟ وقال لي كل حاجه. اوعى إيه الارانب. وادي روشيت هي يا سعد الدين. مش كده يا بيه حسيتك ان انا بس عليك ولا حاجه يا سعد الدين. اتفضل. انت بتزعق ليه دلوقتي؟ وطي صوتك يا حمار. انت فاكر ايه؟ هو دخول الحرام زي خروجه؟ انت حاسس بفضحنا ولا ايه؟ اسمع. اسمع بس تعالى. انت دلوقتي خلاص بقيت معانا في اللعبه دي. وهتفضل معانا على طول. انت دلوقتي تعرف حاجات اكتر من اللازم. ورحمه ابويا ولا اعدامه ما هقول حاجه. طب وانا اعرف منين انا؟ انا بقول اخلص عليك واخلص. النهارده يا سعاده البيت ابوس ايدك وش وظهري يا سعاده البيت. انا في عرضك يا معلم. انا خلاص انا نسيت وقلت كلمه اقطع لساني من الجدش. انت اسمك ايه؟ خدامك فتوح الشماشرجي يا بيه. الشما ايه؟ الشماشرجي يا بيه. ساكن فين؟ ترضاش سوق البقر. سوق ايه؟ البقر يا بيه. البقر؟ عندك عيال؟ خمسه يا سعاده البيت في وش العدل. لسه منهم واحده على البنز يا سعاده البيت. على ليه؟ على البنز يا بيه. بتحبهم؟ اه. ابوس ايدك وش وضهري. اوعى تعمل فيهم حاجه. انا بقول اعمل فيهم حاجه. طب عندك يا سعاده البيت. طب اسمع. لا. تقفل بقك وما تجيبش سيره لحد. هسكه وهسكره. عارف مره واحد جاب سير، عارف عملنا فيه ايه؟ مش الكلمة يا سعادة البيت، يستاهل. امشي بقى يا سعادة البيت. اتكل على الله يلا. تعال. نعم نعم. في ايه يا سعادة البيت؟ أنا بقول أخلص عليك أحسن. عرضك يا معلم. طب اسمع. نعم. بلاش الأوتوبيس ده، تاخدها على رجليك جاري لغاية مصر. مصر؟ أيوة مصر. فك الكعب يا بيه. السلام عليكم. يلا يا حبيبي يلا اجري.
هات الشنطه والبلطو وتعالي بسرعه. بقول احسن تتصلي بابوكي بعد ما نوصل اول بلد. مش هتصل بيه طول ما انا عايشه. انا شخصيا ما عنديش مانع لو انت بس تقدري تستحملي الجوع. قصدك ايه؟ قصدي يعني الاكل بفلوس. ليه انت مش معاك؟ ولا مليم، كان معايا قبل ما نبات في اللوكاندا. انا هوصل مصر ولو على لحم بطني. يا بخت محي السالم. بس هنوصل ازاي؟ لمصر؟ افتكر كفايه قوي يعني لغايه مصر. اديني ماشيه وراك. مش خايفه مني؟ لا. يا رجلي. طب امسكي. امسكي طيب الشنطه. هاتي ايدك. اهي. هاتي ايدك. بتعمل ايه؟ البلطو وقع. هاته بس. يا ريت تبطلي المعاكسة دي. اسفة، من زمان ما حدش شالني شيلة السقة. ومين اللي كان بيشيلك شيلة السقة؟ بابا لما كنت صغيرة. مستحيل. ازاي مستحيل؟ بابا كان يشيلني كده وكان يقولي ان دي شيلة السقة. مش معقول واحد في عيلتكم يعرف يشيل شيلة السقة. عمر ما شفت واحد غني يعرف يشيل شيلة السقة كويس. ده كلام فارغ. شيلة السقة عايزة راجل بيحس، يكون قلبه حنون، بيحب كل الناس، شاعر، رقيق. طبعا على كده الغناي ما عندهمش المؤهلات دي. ولا ريحتها. انت متحيز. انا متحيز؟ ايوه. طب انا بقى ايه؟ ايه؟ هفرجك بقى كلمة متحيز دي. دقيقتين وهيبقى عندنا سريرين. ايه ده؟ احنا هننام هنا؟ انا شخصيا هنام هنا، انت بقى حرة اعملي اللي انت عاوزاه. ممدوح. الله، ممدوح. نعم. انا جعانة. لا، انت متهيألك بس. لا مش متهيألي، انا جعانة وخايفة كمان. مش ممكن تبقي جعانة وخايفة في وقت واحد. بس انا جعانة وخايفة. لو كنت خايفة بجد الخوف هيطرد الجوع. خايفة بس الجوع اقوى. طب حاولي تنسي. ما اقدرش انسى، انا لسه جعانة، جعانة قوي قوي خالص. انا كان مالي ومالك انا. انا عايز اعرف كان مالي ومالك انا. عند عقلي كان زماني دلوقتي في مصر. اوصل ست متجوزه لغايه بيت جوزها ليه؟ انا مال انا؟ يلا سريرك جاهز. هدومي هتتوسخ. اقلعيهم. ايه؟ خلاص ما تقلعهمش، اعملي اللي يعجبك. بس وحياتك بقى بلاش كلام، عايز انام في هدوء. على فكرة انت بقيت غير محتمل دلوقتي، كل لما افتح بقي بكلمة تشخط فيا.
إذا كان وجودي معاك مضايقك بالشكل ده تقدر تسد؟ محدش هيحوشك. أنا أعرف أخد بالي من نفسي كويس قوي. ممدوح. ممدوح؟ 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 ممدوح كنت فين يا ممدوح؟ فيه؟ فيه؟ ليه يا ممدوح؟ ضرالك ايه؟ أنا ما غبتش أكتر من دقيقة، رحت أدورلك على حاجة تاكليها. أنا عارفة بس كلي على قد ما تقدري، كلي لغاية ما تشبعي. لا لا مش عايزة أكل دلوقتي. مش بتقولي إنك جعانة؟ كنت. كنت ودلوقتي؟ خفت قوي، والخوف طرد الجوع. الخوف طرد الجوع. يعني أنت دلوقتي مش جعانة؟ لا. طب بفكر فيكي. صحيح؟ كنت بسأل نفسي ليه البنات اللي زيك مدوخين نفسيهم؟ أمال عايزنا نعمل إيه؟ ندور على عربية نركبها. بقالنا ساعتين بندور. قول لنا بقى هنركب امتى؟ لسه بدري، كمان شويه هتيجي العربيات. طب اذا ما كانش عندك مانع نقعد هنا نستنى شويه. الله. اسمع، معاك حاجه اسلك بيها اسناني؟ سنتي فيها قشاي بتوجعني. احنا لسه عملنا حاجة. ابلعي علشان مش هنلاقي نفطر. ما تفكرنيش. بتاكل؟ بتاكل ايه؟ سبانخ. هيكون ايه؟ ما شفتيش جزر خالص قبل كده؟ بس انا ما بحبوش. ما تحبهوش؟ اعمل ايه؟ انا بحبه يا ست. عاجبك كده؟ العربية راحت من ايدينا. طب ايه العمل دلوقتي لو معرفناش نوقف عربية؟ ما تخافيش هيوقفوا لنا. الحكاية ازاي الواحد يعرف يشاور لهم؟ انت خبير في المسألة دي؟ الا خبير. هو انت مفيش حاجة ما تعرفهاش؟ لا مفيش حاجة ما اعرفهاش. الحكاية اصلها بسيطة.
فازاي تعرفي تشاور؟ في ناس شبه مقول، في ناس تقعد تشاور تهبل كده، وفي ناس تطبش على العربيه كده. المساله محتاجه لشيء من النظام. هو الصباع ده تشاوري لهم كده، تشاورهم كده، اي عربيه تقف على طول. طب الحق بقى، عربيه جايه هناك اهي، وقف. خدي بالك مني بقى، ها؟ هو الصباع يعني. طب الحق بقى، في عربيه جايه هناك اهي، وقف. ممكن تتفضل تستريح وتسيبني انا اتصرف؟ انت بقى هتتصرفي؟ طيب بتعملي ايه؟ عرفت اوقف العربية؟ لو كنت من غير ستان كنت وقفت 40 عربية وعشرة بلدوزر كمان. مش محتاجين 40 عربية. عرسان جداد مش كده؟ انا كمان لما كنت زيكم قضيت شهر العسل بنفس الطريقة. اتصرمح في الشوارع واوقف العربيات. شباب شباب بقى، راح خد املي وراح، خد قلبي وراح. بقول لحضرتك ايه، انت مش خايف على لوزك؟ لوزي اللوزي اللوزي والجوزي الجوزي، وانت يا راسي وحشتك جوزتي. ايه رايكم يا جماعه ناخد لنا لقمه؟ لا شكرا، احنا مش جعانين مش جعانين. انا واخد بالي، الشباب لما بيحب ما بيحسش بجوع. طبعا كل اللي حاب شبع، وانا لوحدي جعان. كل اللي حاب. موافقتش على عزومتي دي؟ حد عارف ده مين؟ شكله ما يطمنش. انا جعان. كلي جزر. مش بحب، هروح اكل معايا. لو رحت هقطم رقبتك. يلا ننزل نمشي رجلينا وانت هتنسي بطنك. يلا يلا. همك على بطنك قوي يا اختي. ازاي حصلت؟ جاموسه فرملته، لحقته، رميته من العربيه وخدتها. حرام، يستاهل. تيجي نبيعها ونتغدى بتمنها؟ بالسهوله دي؟ بس جعانه. ما عندكش حاجه تانيه تتاكل غير الجزر؟
اسمع يا محي سالم، انت انا ما غيرتش رايي فيك، انا عمري ما حبيتك ولا هيجي يوم من الايام ان انا احبك، اظن كلامي ده واضح. واضح جدا، وده ما ضايقنيش في حاجه، اصلا وساره اتجوزنا عشان بنحب بعض، وهي دلوقتي بتبرهن لحضرتك على كده. لقطة ومش هتسيبها، معلش غلبتني، انا هحاول اتعود عليك ما دمت انا المهزوم. وصلت ان اروح لمنجمين ناس يشوفوا البخت؟ انا بقى لي 3 ايام ما نمتش، هتجنن لو ما لقيتهاش. والله انا كان ممكن اعمل حاجه، كنت اقدر اساعد، لولاك انت منعتني. انا كنت متراقب ليل ونهار. خلاص ساعد، هنشيل المراقبه. امبارح اعلنت في الجرايد انك نزلت على الرفضي على جوازك منها وطلبت منها ترجع، ورغم كل ده مفيش خبر عنها. لازم مش واثقه في كلامي. وصور ازاي بعد كل اللي حصل؟ خلاص انتهينا، عشان كده انا بعت لك. في هنا صحفيين عايزين تصرح لهم ان احنا الاثنين اتفاهمنا مع بعض، واتفقنا ان لو ساره رجعت انا مش هتدخل في جوازكم. ايه رايك؟ اذا كنت صحيح هتعمل كده. ايوه خلاص، ما بقاش يهمني تتجوز مين ما دام في النهايه هترجع لي. وانا مستعد اقول اللي انت عايزه. تفضلوا. محي سالم جوز بنتي. صوروا. اتبسم. ها ربنا وفقك؟ ايوه. والفلوس؟ ما جبت سيرتها، الراجل فاكرنا هنقعد هنا اسبوع، من هنا لبكره الصبح لازم نشوف لنا حل. كويس. كويس انك فاكره انه كويس، لكن انا رايي ان ده غلط. لزوم هو يقعدنا هنا الليله دي، احنا نقدر نوصل مصر في اقل من ساعتين. انا ما اقدرش انزل مصر بالليل والناس نايمه، عايز اوصل مصر بالنهار. على كيفك بقى. انت برضه لسه بتصدق الناس؟ قلت لك 1000 مره تخلي بالك. ده باين عليه ابن حلال. كلهم ولاد حلال، بس ساعه الدفع ما تلاقيهمش. ده قال ان هيقعد اسبوع وعنده عربيه تحت. برضه قلبي مش مطمن. خليه على الله. اطفي النور. الليله دي اخر ليله، اخر ليله هنكون فيها مع بعض. بكره الصبح هتكوني في حضان جوزك. ايوه. وانت هيكون عندك قصه عظيمه. ايوه قصه عظيمه. سرعك؟ ايوه سرعك. بس المره دي بزجزاج وبالفسيفساء. المفروض دلوقتي انك انت غلبت ابوكي وعملت اللي انت عايزه تعمليه. ليه ما انت سعيده؟ اشوفك في مصر.
ليه لا؟ اصل انا مش من عادتي ازور ناس متجوزين. مفيهاش حاجة يعني لما تيجي تزورنا. أزوركوا ليه؟ إيه الداعي؟ يعني مش هشوفك تاني أبدا أبدا؟ أنا عملت اللي عليا وصلتك لمحي سالم. مش ده اللي أنت كنت عايزاه؟ قولي، أنت عمرك ما حبيت. إيه؟ يعني تعرف؟ أنا متهيألي إنك تسعد البنت اللي تحبها قوي. ما بتردش ليه؟ أنا عايز بنت بسيطة طبيعية، بنت ترضى باللي أنا أقدر أقدمه لها. مرة شفتك زيارة على النيل، لسه في خيالي لحد دلوقتي، ما فيهاش حد أبدا. اتمنيت إن أنا أبني أنا والبنت اللي بحبها بيت صغير لونه أبيض على الجزيرة دي، لونه أبيض وكل شيء حواليه اخضر، كل بوصه فيه بتاعتنا، جزء مننا، وهي كمان فاهمه احساساتي، فاهمه افكاري، مش فاهماني وبس، حاسه بيها وهي جوايا، احس وانا في حضنها بالاطمئنان والراحه. هي دي الحياه اللي انا احب اعيشها، حياه بسيطه ما فيهاش مشاكل، وهي دي البنت اللي في عقلي وفي خيالي. ممدوح خدني معاك، خدني للجزيرة بتاعتك، خدني معاك يا ممدوح. روحي لسريرك، أنا بحبك. ما تنسيش إنك أنت متجوزة. مش ممكن تخرج من حياتي دلوقتي، ما اقدرش اعيش من غيرك. سيد،
انت بتتكلمي جد؟ بتتكلمي جد يا ام سيد؟ يعني ممكن تيجي معايا؟ ام سيد يا ام سيد عزفتك بابي؟ ولا مامي، هات بوسه. مليت؟ 35 لتر. طب امسك دي من فضلك. حاضر. خليها معاك ران لحد ما ارجع لك. الله. العالم المجانين دي. الله يخرب بيوتكم. مساء الخير عايزة. مساء النور. اوعى تخش، ده ناويلك علنية. معلش، صوت وحشني. انت حاضر. امر بالطبع. صباح الخير يا مرسي. برا. دي يا واحدة يا مرسي ما انا اطلع برا. مرسي اسمعني بس ما انا ما تقوليش يا مرسي. طيب يا مرسي بيسمعني. انت عارف ان انا بحبك، واي خبطة صحفية ولا قصة مثيرة بلاقيها، باجي لك جاري. مش كده يا مرسي؟ لا. اسمعني بس، انا هقول لك، انا عندي حاجه من النوع ده دلوقتي. عارف الغرفات اللي كنت ببعتها لك دي كانت علشان صار، عارفها دي خبطه صحفيه بقى ولا لا؟ لا. انا جاي اديها لك دلوقتي. انت كذاب. الكلام ده انا ما بقتش اكل منه. صدقني انت معايا يوم بيوم من اول ما هربت. كل اللي انا عايزه منك 50 جنيه. 50 جنيه؟ اخرج من هنا قبل ما ارميك بره. يا مرسي انا محتاج 50 جنيه دلوقتي حالا. أنا في ورطة. إيه هي الورطة؟ عاوز أحطم سور عكا. إيه؟ مين؟ سور عكا. اسمع، افرض أنا قلت لك إن سارة هتطلب الطلاق. مش ممكن. وإنها هتتجوز واحد تاني. أنت يا سكران؟ قصة زي دي ما تساويش عندك 50 جنيه. إذا كانت حقيقي تساوي أكتر. طيب يا مرسي، أهي معايا أهي. والتاني اللي هتتجوزه ده يطلع مين؟ أنا يا مرسي. إيه؟ مين؟ أنا يا مرسي. دلوقتي أنا متأكد إنك سكران. أنا مروح وما تزعلنيش أكتر من كده، أحسن نفسي تنصد على الغدا. مرسي، إحنا بقالنا قد إيه أصحاب؟ لازم تعرف إن أنا بتكلم جد. أنا في عرض كل دقيقة. دي مستناني في لوكاندا جنب بني سويف، ومعاش فلوس تدفع اللوكاندا، لازم أرجع حالا. دي ما تعرفش إن أنا سبت اللوكاندا. وريني كده. بقى فيه في الدنيا راجل يخطب واحدة ست من غير ما يكون فيه ولا مليم في جيبه؟ أهو بقى اللي حصل. شكرا قوي يا مرسي. هدي بقى، هكملها واجيبها لك بعدين. كنت متاكد انك كذاب. شوف عشان تبقى تسمع كلامي. يكون هنا ولا هنا؟ ده هي الست اهي. ايه في ايه؟ ازاي تخش عليا كده من غير اذن؟ فين جوزك يا الدلعادي؟ جوزي؟ ايوه جوزك. انت لسه بتقول جوزها؟ ما انت شايف لابسه هدومه ازاي؟ صندوق طار، خد عربيته وطار مقبك على شونه.
هي مستغربه كده ليه؟ انا شرفني. لازم يرجع. هيرجع. هيرجع يعمل ايه؟ انت يا راجل لسه واقف، ما تطلب البوليس. الاشكال دي ما تنامش في لوكاندا، دي تنام في التخشيبه. اتحرك خلصني. قولي لي يا بنتي، معاكي فلوس؟ لا. ليه؟ طب انجري على بره، لولا مش عايزه فضايح في اللوكاندا كنت سلمتك للبوليس. طب يلا يا بنتي ما تضيعيش وقتنا، عايزين نكمل نوم. مش ممكن يا ممدوح، مش ممكن. لا ممكن يا اختي، وبيخلي بالك من الناس اللي بتلقطيهم من السكك. يلا خلصينا بقى. خدي البسي هدومك وامشي. ايوه احسن تمشي. حسن. نعم. اخرج. حاضر. مستنيه ايه؟ اقدر استعمل التليفون عشان عايزه اكلم مصر. هتكلمي مين في مصر؟ هكلم بابا عشان يجيب لكم فلوس. الحق يا حسن. ايوه. تعالى. انا جاي. انا عايزه اكلم بابا في مصر يجيب فلوس. عايزه اتكلم بابا في مصر عشان تجيب فلوس؟ يا راجل كلمتني وانت عامل زي البغبغان. انا ما طويل البال بس يا سنيه، ما تخليها تكلم بابا يمكن يجيب فلوس. نعم. اصل بابا راجل مقاول مشهور كبير قوي، يمكن تكونوا سمعتوا عنه. منير رحمي. منير رحمي؟ ايوه. انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ نقرا. انتي تبقى بنته؟ ايوه. محتاجاه قوي، عمري ما احتجت له قد دلوقتي. ادوني التليفون اكلمه. اتفضلي يا بنت منير رحمي. حسن انت من ورا وانا من قدام، الاصناف دي شاطره في الزواغان. البنت منير رحمي ما تزعليش مني يا حبيبتي، انت زي بنتي برضو. قول واحد ودي بيخاف على بنات الناس زي البلاد بالظبط. سارة. بابا. بنتي. يا حبيبي يا بابا. بنتي حبيبتي. وحشتني قوي قوي. برضه تعملي فيا كده؟ انت مش عارفه انك حياتي. ازيك يا بابا؟ سامحني يا بابا، انا متاسفه قوي. سارة، سمسم، انشغلنا عليكي قوي حبيبتي. يا حبيبي يا بابا. يا سعاده البيت. ايوه. دي كانت منورانا والله. متشكر. يا سعاده البيت. ايوه. دي كانت منورانا والله. متشكر. يا سعادة البيت. عايز ايه؟ دي كانت منورانا والله، بس محدش دفع الأجرة. لو سمحت يا أنسة، ازاي قضيتي أوقات غيابي؟ بعدين مش وقته. يا سعادة البيت. سيب سعادة البيت وقول عايز ايه. اديهم 1000 جنيه. حاضر يا سعادة البيت. ادعو لسعادة البيت. ربنا يطول عمره. ادعو لسعادة البيت. ربنا يخليك. ادعو لسعادة البيت. ربنا يديله الصحة. هاتي بقى لما اشيلهم. لا انا عارفه هعمل فيهم ايه، هوضب اللوكاندا وهيئها. عشان الواحد ما يعملش معروف ويندم عليه ابدا. الفضل ليا انا، لولا اي ما اصلي الفجر حاضر ما كانش حصل اللي حصل. عم حسن. ايوه عم حسن. هو المدام راحت فين؟ خطيب الست مراتك وابوها جم خدوها ومشي. وهي ماشيه مع ابوها وخطيبها قالت السلام امانه للبيه جوزي. مين اللي جابهم؟ انت اللي بلغتهم؟ ابدا والله يا بيه، هي قامت من النوم. ونجيبها شمال ونجيبها يمين مفيش فايده. قالت لا يا ست، جوزك زمانه جاي وهي ابدا. هاتولي التليفون. لا، وقالت بلاش فقر، انا عايزه خطيبي، خطيبي غني ويعرف قيمتي. احنا مالنا بقى يا بيه؟ روح يا اخويا اتصرف معاها. واحنا مالنا احنا؟ روح لها هي وتصرف معاها هي. شفت يا منير؟ شفت رجعت واحد اتجوز محي سالم برضو. تصوري ساره رجعت واحد اتجوز محي.
استاذ مرسي زمانه جاي، اتفضل. لما يجي بيديله الفلوس ده عايزه، بيقولي له ان انا كنت بهزر معاه. الواحد لازم يعمل كل حاجه في المجله دي بنفسه، كلكم زي اللي استاذ مرسي. الاستاذ ممدوح كان هنا وساب لك الفلوس دي وبيقول لك كان بيهزر معايا. هو فين؟ اهو لسه ما خرجش من المطبعه. ممدوح 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 ممدوح، استنى دقيقه واحده. ممدوح. اهلا مرسي، انا اسف كنت بهزر معايا. ان جيت للحق فاتت علي. عارف يا مرسي، كانت هتبقى قصة مش بطالة. لا عظيمة، لكن اهي الدنيا كده، تفضل تقرب من لقمة لغاية ما تحس انها بقت في بقك، وبعدين تلاقيها راحت على الفاضي. يلا كل محصل بعضه. خد، ولما تروق يبقى فوت علي. شكرا يا مرسي، مش عايز. شكرا. سارة، ايه ده انا خبطت كتير على الباب. بابا كل حاجة جاهزة، هتبقى حفلة مدهشة. تعرف ان محي محضر لك مفاجأة هايلة. سمعت بيها. في ايه يا سارة؟ ايه اللي مضايقك؟ ولا حاجة يا بنتي، أنا مشغول عليك. أنا مرضتش أسألك علشان ما ضايقكيش. مش هو ده اللي أنت كنت عايزاه؟ ولا غيرت رأيك من ناحية محي؟ لا، إذا كنت غيرت رأيك كان إحنا فيها أهو. أنت عارفة شعوري من ناحيته. أنا يهمني أنت، أنت وبس. أنا عايز أشوفك سعيدة مبسوطة مرتاحة. بابا أنا متأسفة قوي يا بابا، أنت عندي بالدنيا كلها وأنت عارف كده كويس. أنا قلبي ما عادش يستحمل زي زمان. أيوة يا بنتي، أنا ما شفتكيش بتعيطي من أيام ما كنت طفلة صغيرة قد كده. لا المسألة جت. طب قوليلي قابلتيه فين؟ في الأتوبيس. أتوبيس؟ يبقى مين؟ معرفش حاجة عنه بس بحبه. خلاص، ما دام الحكاية جد بالشكل ده يبقى نقلب الدنيا عليه. لا يا بابا لا، لا. طب يحتقرني؟ إيه ده؟ يقول إني دلوعة وأنانية ومش مخلصة. مش معقول. ورأيه فيك أنت كمان وحش. لا، بيقول إنك مسؤول عن طباعي الوحش وإنك معرفتش تربيني. قليل الأدب لكن دمه خفيف. أنا بقول يعني ما دام الحكاية بالشكل ده، مش أحسن نفض الحفلة دي؟ لا يا بابا لا. بس ده يبقى تغفيل. ما يهمنيش، أنا مش عايزة أتسبب في مشاكل تانية. أنا طول عمري بعمل مشاكل، حملة تقيلة عليك، تعبتك وتعبت نفسي معاك. أنا زهقت يا بابا، أنا لازم أستقر، ما يهمنيش إزاي. مش البنت لازم تستقر؟ أنت اتغيرت يا سارة. أنا انهزمت مرة واحدة في حياتي، حسيت إني رخيصة وكارهة نفسي. أنا مش هسيب موحي يا بابا، مش عايزة أضحك الناس علينا.
خصوصا ممدوح. هو اسمه ممدوح؟ ممدوح امين. هو انت تعرفه؟ لا لا ابدا ابدا. سمعت عنه؟ لا لا ما سمع. سارة أرجوك يا بابا أرجوك. إني أريد التحدث إليكم بخصوص تسديد الحساب. الظاهر إن ده كان سبب اهتمامه بيا، المكافأة. أنا ما كنتش عايزك تقريه. هتقابله؟ دلوقتي حالا، زمانه جاي. اتفعله يا بابا، ده حقه. سلاني طول السكة. يستاهل كل مليم ياخده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. منير بيه موجود؟ ايوه موجود. قول له ممدوح امين. حاضر. اتفضل اتفضل. الاستاذ ممدوح امين وصل يا بيه. خليه يتفضل. حاضر. اتفضل يا بيه. استاذ ممدوح امين؟ مش الراجل قال لك ممدوح امين برضه ولا قال لك حاجه تانيه؟ طب اتفضل. اه أنا استغربت لما استلمت جوابك، عشان بنتي ما جبتيش سيرتك ولا عن مساعداتك ليها. ده يتفق مع أخلاق بنتك، بتعتبر خدمات الناس ليها واجب. هي فاكرة إن أنا سليتها طول الطريق من أسوان لغاية هنا علشان غاوي. أرجوك تفهمني، أنا عايز أقول لك إنها ما قالتليش حاجة عن الموضوع ده أبدا، إلا من شوية بس. هي حتى بتعتقد إنك تستاهل مبلغ كبير كمكافأة. شعور لطيف منها الحقيقة. انت رأيك ايه؟ معرفش. بس لازم اعرف على اي اساس انت بتطالب بالمبلغ ده. تفتكر انك شايف انك على حق؟ طبعا، وإلا ما كنتش جيت هنا. انا مقيد كل قرش اتصرف. تحب تقرأ سيادتك ولا اقراها انا؟ لا رايد. 875 قرش هدوم، ده بدل بنزين يعني. الشنطة كان فيها بجامتين، كل بجامة ب 130 قرش، كنت جايبهم من عند جربان. ثلاث قمصان كنت جايبهم من بعرور بتاع القمصان، سيبك منهم يعني مش مهم. فيها في كمان زنوبة خلي بالك كنت ناسيها في الشنطة. 75 قرش فرشة أسنان ومعجون. لوكاندا 100 قرش، أربعة ساغ ونص طعمية سخنة، ستة ساغ سميط، سبعة ساغ بيض. خلي بالك اصل البيض في الصعيد غالي شويه يعني، قصدي رخيص. ستة ساغ اتنين شاي للتسقيه. الاكل بقى يبقى بالنص، يعني انا اكلت النص وهي اكلت النص. في بطيخ وجزر، ده بقى كان بوضع اليد. يبقى الحساب كله 11 جنيه و50 مليم. ده غير الثمن البلطو اللي انا بعته. ده المبلغ اللي انت عايزه. 11 جنيه و50 مليم. ايه؟ مستكترهم؟ انا كمان ما طلبتش تعويض. ايوه ما انا عارف، لكن ايه الحكايه؟ دي مصاريف بسيطه قوي. رحله زي دي كانت كلفتك على الاقل 100 جنيه ويمكن اكتر. خليني اوضح لك المساله. انت تستحق 11 جنيه و50 مليم زائد 5000 جنيه. 5000 جنيه بتوع ايه؟ المكافاه. مين جاب سيره المكافاه؟ انا مش فاهم كويس. انا فاهم انك جاي عشان كل اللي انا طالبه 11 جنيه و50 مليم. اديني المبلغ وخليني امشي. اي واحد كان طلب المكافاه، انما انت همك. انا ما احبش حد يسرح بيا. انا صرفت الفلوس دي على بنتك وهي بتسرح بيا. هتدفع الفلوس دي ولا ايه؟ 11 جنيه و50 مليم باسم السيد ممدوح ايه؟ امين. ممدوح امين. اتفضل. ايه ده؟ كاتب لي شيك ب 11 جنيه، ده انا عشان اصرفه عايز له 12 جنيه مواصلات. يلا. تسمح لي بسؤال؟ اتفضل.
انت بتحب ساره؟ الراجل يقع في حب بنتك لازم يكون راجل مجنون. ما ردتش على سؤالي. بنتك اختارت اللي لقيلها، هي ومحي سالم فردتين لون واحد. اسمح لي اقول لك، اذا كان عندك نص عقل كنت جوزته لها من زمان. قول لي انت بتحبها؟ اي بني ادم عادي ما اقدرش يعيش معاها في بيت واحد. انا بسالك انت بتحبها؟ اللي يحبها يبقى مجنون. انت بتحبها؟ يا سيدي انا مجنون، مجنون. استاذ ممدوح، مبروك، اخيرا وصلت اللي انت عاوزاه. اتعشى منك تكون اخدت فلوسك. طبعا اخدتهم. اهنيك. انا كمان بهنيكي. ما تقعد معانا شويه تتفرج، هتنبسط قوي. كان بودي بس انا عن الشغل. مرضيش ياخد المكافأة. أمال كان عايز إيه؟ 11 جنيه و50 مليم اللي صرفهم عليكي في الرحلة. طب سابني وهرب ليه؟ قول لي سابني وهرب ليه؟ روح اسأليه، هو هيقدر يقول لك. الحقيقة قبل ما يهرب منك تاني. مالكيش دعوة أنت، أنا هتصرف. عايزاك ده نقلب الدنيا. شوف لو عندك كرامه طلقها. هجيبها بالبوليس. لو عندك كرامه يبقى عندك عربيه وعندك 30,000 جنيه. تحب يبقى عندك كرامه؟ عندي كرامه. انت هربت من اللوكان ده ليه يا ممدوح؟ انا ما هربتش، انا رحت اجيب فلوس. نهد صورة عكه.